وقلم بقى كده جميل، اكتبوا ورايا واحفظوا الكلام اللي انا هقوله ده. اول خطوه في 5 في 5، اولا لما تيجي تتكلم اتكلم وقول اللي انت عايزه بالظبط، بلاش نقعد نتفرع في امور ايه تانية او نلف وندور عشان توضح الفكره، فانت بتلف وتدور يا عم وضحها هي، وضحها هي وخليك واضح وصريح ويبقى كلامك محدد. ابعد تماما على اللي انت مش عاوزه، ركز على اللي انت عايزه. يعني انت بتطلب حاجه او بتطلب طلب من اللي انت قدامه اللي انت محتاجه، مش تقعد تحكي على اللي انت مش محتاجه وتلف حواليه. ليه؟ عشان ما تتوهش، ده اول حاجه، وما تتوهش اللي قدامك. يعني اللي بيسمعك ذات نفسه ما يتوهش منك، تمام كده؟ يبقى اول حاجه ركز ايه، ركز على الحاجه اللي انت عايزها وقولها بوضوح بدون لف ولا توهان منك ومن اللي قدامك ولا دوران. كمان لما تتسأل ها تجاوب على قد السؤال تحديدا، ما نقعدش نوصف في مش عايزه اقول لكم، يعني بنقعد نسمع من ناس ما لهمش بيقعدوا يجاوبوا على سؤال ما لهمش علاقه اصلا باللي احنا سألناه، اجابات ما لهاش علاقه. يا عم ركز في اللي انت بتقوله، هو انت محتاج تقعد تشرح وتلف وتدور؟ لا، حوالين قول النقطه تحديدا ووصلها زي ما انت عايزها وزي انت محتاجها عشان اللي قدامك ما يتوهش منك. طيب يبقى اول نقطه اقول اللي انا محتاجه بدون لف ولا دوران ولا توهان. تاني نقطه، اعرفوا ان اول 7 دقايق دول اهم تركيز للمخ، صدقوني اي حوار بين 2 بيتكلموا مع بعض انت محتاج تعرض الامر اللي انت عايز تقوله سواء على شريك حياتك او الانسان اللي بتكلمه او صاحبك او اهلك او المحيط العمل او الدايره القريبه منك. تحتاج تركز في اول 3-4 دقايق، يعني الحبشتكنات بتوع ال3 دقايق التانيين دولت علشان ايه؟ تجمل اللي انت بتقوله، لكن بجد بجد المخ بيفصل بعد 7 دقايق. يعني اطرح الفكره باختصار ووضوح عشان اللي قدامك ما يفقدش تركيزه، قلنا اقصاها 7 دقايق بالكتير. كمان بنصحكم لو في ام بتسمعني دلوقتي، يا بنتي اعملي مع اولادك كده، بلاش رغي كتير ولا اعملي بتقول ايه؟ بتقعد تتكلم كتير مش عارفين هي قالت ايه. خلي كلامك قليل، لا تبقى جمله مكونه من 3 كلمات او 4 كلمات ابرك حاجه، بدل ما لا 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 لا. ويجي الزوج يقول لك والله انا مش عارف، هي قعدت تزعق صراحه بس انا مش عارف هي بتزعق على ايه، يعني هي قعدت تتكلم كتير قوي. خلي الجمله محدده عشان غيرك يبقى فاكر هو ايه. النبي عليه الصلاه والسلام لنا فيه قدوه في الامر ده، كان كلامه ايه؟ فصله، صلوا عليه. حديث السيده عائشه رضي الله عنها، كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فصل، ايه؟ يفهمه كل اللي سمعه. ليه؟ عشان كان متفصل. يبقى خلي بالكم من النقطه دي عشان ما حدش لا يمل من الكلام يقول لك والله كتير سمعنا بس مش فاكرين ايه الموضوع يعني، ويبقى كلامك كتر كلام بدون فايده، لا، ويفقد اهتمامه معاك، لا، او تركيزه، لا، احنا عايزين مركز مع اللي انت بتقوله. طول ما انت بتتكلم كده هو باصص لك اه بيقول ايه اللي عايزين، ايه اللي جاي بعد كده، لانه منتبه ومركز وانت محدد انت بتقول ايه. يفصل منك وانت لسه ما وضحتش الفكره ولا انت عايز تقول ايه، ده الغلط اللي بيحصل. طيب تالت حاجه، ركز في حديث في الحديث بتاعك مع اللي قدامك على بشاشه الوجه، نبكوا ثواب البسمه، والبسمه الصادقه مش الصفره، عشان في حاجه كده من تحت الدرس عامل كده واللي قدامك بيشوف، ما هو انت يعني اللي بيطلع منك اللي قدامك بيحسه. شوف البادي لانجوج بتاعتك عامله ازاي، لغه جسدك عامله ازاي وانت بتتكلم، مش بس الوجه. والبسمه البسيطه، حركه ايد تبقى حركه مش وخلي بالكم ولا، وفي تهديدات، عارفين كده شو التهديد، علامه المسدس بتشاور هنا وانت اصلا الصبع مشاور عليك، او الحركه دي لا او غلط، دي علامه تهديد، بيدي اللي قدامك ايه ده انا في موقع تهديد، يبقى هدافع. ما ينفعش اصلا نخاطب الناس او ان انت تقول تحفزهم تجاه خطابك تبتدي بكلمه لا او تبتدي باشارات معينه، لا 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 خالص، تعمل عندهم مشاعر الهجوم وانا في حاله دفاع، غلط، انت خسرت الحوار من بدايته. موضوع التهديد منك ده مش صح، عقبتها طبعا ان اللي قدامك هيفهمك ايه غلط، ترجع تقول ما حدش فاهم، يا عم انت اللي عملت، ركز معايا.